صباح الخير لكل اللي عم تابعونا اليوم، ان شاء الله يكون يوم خير وصحه على الكل وبدايه اسبوع كلها هيك خير وبركه على الجميع. اليوم اكيد مثل ما تعودنا يوم السبت، يعني بنحاول نعمل هيك شغلات صحيه للي بيحبوا يتبعوا نظام غذائي معين او حابين هيك يهتموا شوي باكلهم، يضيفوا هيك قيمه غذائيه للشغلات اللي بيتناولوها سواء طبخ او حلويات او حتى سناك مثل اللي رح نعملها اليوم. اليوم رح اعمل معاكم تمريه بنوعين، رح نعمل اول نوع بالشوكولا بنوعين شوكولا، والنوع الثاني بالفقرة الثانية رح نعملها بالمكسرات. خلونا نبلش بتمرية اللي هي مع شوكولا. هلأ أول شيء هون عندي كوب من العجوة أنا عم بستعمل، مو التمر، العجوة اللي بتجي هي مطحونة جاهزة. إذا بدي استعمل تمر نفس الكمية تقريبا، أو خليني أقول كوب ونص، لأنه أنا رح أقيم العجوة أو البذرة منها، فرح يصفي عندي بالنهاية كوب. إذا بدي استعمل تمر حبة كاملة بعير كوب ونص، بغلي شوية مي، يعني بنقعهم بشوية مي لحتى يطروا، بقيم العجوة بعدين بطحنهم بالخلاط لحتى يطروا، وأنا عم بطحنهم إذا حسيت بدهم شوية سوائل بضيف لهم نفس المي اللي نقعتها فيهم، بس ما بكتر مي لحتى ما تطلع كتير مريقة عندي وبعدين ما تلف عندي. بس إذا بدكم تروحوا للخيار الأسهل جيبوا العجوة اللي هي بتجي مطحونة وجاهزة واستعملوها كمان بيمشي الحال. هلأ مع كوب العجوة رح حاول طريقة أول شيء بإيدي شوي، وإذا كانت العجوة عندي كتير ناشفة ممكن ضيف لها شوية مي، بس أنا اللي عندي هون يعني طرية بس لازم شوي هيك ادعكها بإيدي. رح أضيف معاها تقريبا كوب ونص من طحين اللوز. هلأ رح بلش بكوب، بعدين النص الكوب اللي رح يبقوا رح أضيفهم بالتدريج، وممكن ما أحتاج للكمية كلها حسب مثل ما قلت، يعني العجوة أحيانا بتكون هيك قاسية شوي فما بضطر إنه أحط الكوب ونص كاملين. بديل الطحين اللوز ممكن استعمل اي طحين مكسرات، طحين الجوز مثلا، طحين الفستق، طحين السمسم، يعني هدول كلهم متوفرين فينا نلاقيهم. ممكن استعمل اي شيء موجود عندي او انا حابه طعمته، او ممكن مثلا حط فستق العبيد، حتى مو ضروري يكون طحين، يعني انا ممكن افرمه ان كان بايدي على السكين او بالفود بروسيسر، بطحنه هيك شوي ناعم حتى لو ضل فيه قطع خشنه ما بيأثر، وبخلطه مع التمر كمان بيعطي طعم كتير طيب. هلأ هون بعد ما ادمج طحين اللوز، أو مثل ما قلت إذا عم بستعمل أي نوع طحين مكسرات تاني، بعد ما ادمجه كتير منيح مع التمر، هلأ هون مثل ما قلت أنا ضفت كوب من طحين اللوز، حسيت إنه خلص ما عاد بده أكتر من كوب، فنص الكوب التاني مثل ما قلت أنا ما رح ضيفه، وأصلا من البداية يعني أنا ما ضفته كامل لحتى شوف قدي ممكن التمر يستوعب عندي من طحين اللوز. هلأ هون رح نطول بالنا شوي لبين ما تندمج عندي كتير منيح. بعدين اللي رح أعمله أنا رح أقطعهم بشكل أصابع ولكهم بالسمسم. عم بستعمل هون تقريبا ربع كوب من السمسم، رح لك كل اصبع بالسمسم. هلا انا عم بستعمل السمسم النيل مقشر، ممكن استعمل المحمص، ممكن استعمل اي نوع كمان مكسرات مفرومه كثير ناعم ولكه فيه، بس اكيد السمسم يعني طعمه كثير طيب وهو اضافه يعني بتعلي لي القيمه الغذائيه لطبقي كثير منيح، باعتبار انه هو بيحتوي على نسبه كالسيوم كثير عاليه. هلا انا رح احاول اقطعهم لثلاث قطع وبلش لكم بالسمسم. قبل ما لكها بالسمسم رح حاول هيك اعطيها شكل اسطواني، زبطها بايدي، بعدين هون رح بلش لكها بالسمسم ورح اضغط شوي لحتى يلزقوا عندي حبات السمسم. هلا هون بعدين اللي رح اعمله رح احط هون بالصحن، رح حاول أعملها هيك بالنص مثل فتحة صغيرة، رح أعبي فيها شوكولا. هلأ أنا اليوم عم بستعمل شوكولا بيضة، المحلي اللي استعملوه بصناعة هاي الشوكولا هو محلي صحي، بس نحن مو دايما منلاقي هيك أنواع من الشوكولا، يعني أنا ممكن استعمل أي نوع شوكولا موجود عندي حتى لو في سكر، مشان هيك أنا قلت يعني اليوم وصفتي هي صح بمكونات صحية، بس أنا ما فيني أعتبرها أنه تابعة لأي نظام غذائي. إذا في حال أنا عم بستعمل شوكولا فيها سكر العادي، بس مثل ما قلت يعني أنا عم بستعمل هون هي خاصة بالكيتو، فيها محلي محلاية بالستيفيا، إذا ما لقيتها ممكن استعمل الشوكولات دارك مثلا بدل الشوكولات البيضة، بتكون نسبة السكر فيها أقل. رح أعبي المكان اللي فرغته بالنص بالشوكولات البيضة
بعدين رح استعمل للتزيين يعني لحتى أعطيها هيك شكل حلو، رح استعمل الشوكولا الدارك، عندي أكيد مدوبتهم بالمايكروويف هدول، ممكن دوبهم على حمام مائي. رح أعمل هيك خطوط رفيعة، ومثل ما قلت يعني أنا إذا عندي مثلاً شوكولات دارك حابة أنه أنا استعملها أكثر، ممكن أقلبهم يعني حط الشوكولات دارك أول شيء ككمية أكبر، بعدين زينها بالشوكولات البيضة. بعد ما أعمل هدول الخطوط بيعود خشب رح أعطيهم شكل كتير حلو، بعدين رح أحطهم بالبراد لحتى الشوكولا عندي تمسك، بعدين رح أقطعهم لقطع صغيرة، وهيك بصير عندي مثل سناك أنا ممكن أدمه للولاد، ممكن حتى أدمه كضيافة، كتير طيبة وكتير مغذية. هلأ نحن رح كملهم هدول، وبالفقرة الثانية رح نشتغل التمرية بالمكسرات، بس أكيد لوقتها رح أترككم مع الصبايا. تابعوا باقي الفقرات وبرجع بشوفكم بالفقرة الثانية إن شاء الله. يعطيكي ألف عافية. الله يسلم هالإيدين يا شيف. يسعد صباحكم عن جديد، وصار الوقت لحتى نكمل وصفتنا لليوم، او بالاحرى نبلش بالوصفه الثانيه، لانه نحن الوصفه الاولى اللي حضرناها بالفقره الاولى بعد ما حطيت الشوكولا حطيتهم بالبراد لحتى تمسك عندي الشوكولا، واقدر هيك اقطعها بطريقه تعطيني هيك شكل كثير حلو. هلا بالنسبه للتمريه بالمكسرات، هلا هي الطريقه اقرب للتمريه العاديه. هلا هون بلشت بكوب من العجوه، كمان حطيت معهم ربع كوب من زيت جوز الهند. هلا هدول كانوا بالطنجره على نار كثير هاديه، يعني حطيتهم بطنجره على نار كثير هاديه لحتى دفيوا عندي بس شوي صغيره وانا عم قلبهم، لحتى هون التمر يبلش يشرب زيت جوز الهند. ما عندي زيت جوز الهند ممكن استعمل زبده او سمنه مثل الطريقه الاساسيه، بس اكيد لما انا بقول يعني اكل صحي بحاول اعطيكم هيك بدائل صحيه اكثر. هون شو رح نضيف مع العجوة وزيت جوز الهند؟ رح عندي هون كوب من طحين اللوز، كمان مثل ما حكيت بالفقرة الأولى ممكن استبدل طحين اللوز بأي نوع من المكسرات موجود عندي، ممكن حتى أضيف جوز هند إذا يعني بحب طعم جوز الهند مع العجوة، يعني كل هدول الشغلات أكيد بيعطوني كمان نتيجة كتير حلوة، طعم كتير طيب، وأكيد قيمة غذائية عالية كتير. هلأ معاهم رح أضيف بسكوت، عندي هون نص كوب من بسكوت الدايجستيف. هلأ نحن بالحلقات الماضية عملنا كذا نوع بسكوت، ممكن أنا أعمل أي نوع من هدول الأنواع وضيفهم على هذا الخليط. طبعا البسكوت اللي كنا عم نحضره هو صحي، أو جيب الدايجستيف العادي وضيف نص كوب تقريبا، أكيد البسكوت بيكون كمية السكر فيه كتير قليلة، أو إذا أنا محضرته بالبيت بيكون المحلي أكيد صحي. بعد ما خلطهم هلأ هون رح بلش خلط بإيدي، بعدين رح رصهم بأي قالب موجود عندي، رح حط نايلون على القالب لحتى يسهل إنه تطليعهم من القالب. رح بلش شوي هيك ادعكهم بس بدون ما كسر البسكوت، يعني بدون ما يطلع عندي مطحون، لأنه كتير طيب بيطلع إذا يعني طلع هيك قطع بسكوت مع كل قطعة. هلأ هون رح حطهم بالقالب وبلش رص بإيدي، أكيد بنقي القالب يعني بيتناسب مع الكمية اللي محضرتها. هون رح رصهم بإيدي كتير منيح، بعدين على الوش رح حط مكسرات. هلأ الطريقة الأساسية للتمرية المكسرات بتنخلط مع قطر وبتنحط على الوش، بس أنا ما رح أخلطها مع القطر، رح أخلطها مع شوية عسل، أو ممكن أعمل قطر دايت، أو إذا بدي روح يعني باتجاه شيء صحي أكثر ممكن إذا أنا عم استعمل الميبل سيرب أو شراب القيقب كمان أخلطهم مع المكسرات. هي هون عندي عم بستعمل جوز ولوز، رح أحط معاهم شوية عسل بس لحتى يمسكوا عندي، يعني تقريبا شي معلقتين، رح خلطهم كتير منيح، بعدين ضيفهم على الوش، وزعهم على الوش. هلا ممكن كتر كمية المكسرات حسب الرغبة أكيد، بس هاي الكمية يعني كتير كافية لحتى تغطي لي الوش. رح حاول وزعهم، رح نزلهم ووزعهم بإيدي أسهل.
بعد ما وزعهم هلا اذا حسيت انه صعب انه انا اضغطهم هن مجهزه هون قطعه نايلون ثانيه رح احطها على الوش وبعدين بلش كبسها بايدي او اذا عندي قالب ثاني بنفس الحجم رح احط القالب على الوش وكبسهم لحتى يعني حس انه قطع المكسرات اندمجت بالخليط. بعد ما وزعهم مثل ما قلت انا رح احط قطعه نايلون ثانيه اكيد اسهل لحتى ما يضلوا يلزقوا بايدي. رح كبسها كثير منيح وكمان رح احطها بالبراد لحتى تمسك عندي شوي ولحتى وقت قطعها تعطيني هيك قطع كثير حلوه. هلا هدول هن وصفاتنا لليوم. مثل العاده بنهايه الحلقه رح تشوفوا النوعين بالتقديمه النهائيه، بس اكيد لوقتها انا رح اترككم مع رغد وماري تعوا باقي الفقرات وبرجع بشوفكم بالفقره النهائيه مع الشكل النهائي لطبقنا لليوم. احنا ناطرين اكيد النتيجه النهائيه كمان. يعطيكي الف عافيه. يعني انت دائما ما بتخيبي لي املي، كل مره هيك بتفاجئيني وبتفاجئي المشاهدين واللي دائما بيعرف شو معنات الحكي اللي عم بحكي انا. يعطيكي الف عافيه. الله يعافيك يا رب. يسعد صباحكم عن جديد. ومثل العاده باخر الحلقه اكيد وصفتي لازم تكون جاهزه. اليوم جهزنا التمريه بالشوكولا وبالمكسرات وانا عم قطع التمريه تبع الشوكولا، بس بدي انتبه على شغله، بحط جنبي بريق فيه مي عم تغلي، وكل ما بدي اقطع قطعه بالسكينه بدي غط السكينه بالمي لحتى تسخن عندي شوي، بعدين نشف السكينه كثير منيح واقطع لحتى اقدر اقطعهم بطريقه هيك مرتبه ويعطيني شكل كثير حلو لحتى ما تلزق الشوكولا على السكينه. ان شاء الله هيك تكون وصفتي لليوم عجبتكم وبشوفكم بكره ان شاء الله بوصفه جديده. شو هالبرزنتيشن؟ الشكل كثير وعمل حاله لحاله على فكره. هلا حندوق. يعطيك الف عافيه. يعني شكل رائع واكيد المضمون مثل الشكل. يعطيك الف عافيه واكيد نحن هيك بانتظار الطبخه بكره نحن والمشاهدين. اكيد اكيد.